إنسان كبير في أمتنا ظلم مرتين، ظلم مرتين، نساؤنا ظلمناهم مرتين. مرة عندما طبقنا عليهم أعرافا وتقاليد بالية ليست لها من دين الله شيء، يعني الإسلام والدين والأديان، إذا جاز التعبير ليس هناك كلمة أديان وإنما هو دين واحد، سبحان الله، لأن الحلقات التي أتت سواء اليهودية أو النصرانية أو صحف موسى كلها تؤدي إلى دين يوحد الجميع وهي عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. قال ربنا لنا شرع لكم من الدين، ومن هذه يقول علماء اللغة، أنا أحب لغة أسمع اللغة العربية من أهل الشام فهم أقدر الناس على نطق اللغة كما هي، وأنا أحب كل من يعني يعرب في اللغة ولا يعني يقض سبويه في مضجعه أو يؤذي الخليل في منامه. المهم يعني يعني قضية من هذه للطبيعية، شرع لكم من الدين، من الدين أي جزء من الدين، إذن الدين كل، الدين كل كبير، شرع لكم يا أمة محمد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هل رأيت إعلاء لكلمة أمة واحدة أعظم من هذا الإعلاء؟ هل رأيت توضيحا أكبر من هذا التوضيح؟ هل رأيت بيانا أشفى من هذا البيان الذي يقول يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ أرأيتم الكبار عندما جاء رجل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وقال له يا أبا بكر كذا وكذا، فأجاب عمر، عمر تدخل في المسألة، فقال الأعرابي القح يريد تفرقة المجتمع، أنت الخليفة أم هو؟ يعني يحفز أبا بكر كما تأتي أنت لمدير مؤسسة تريد أن تشهد ضد موظف، من المدير فيكم؟ المدير طبعا تأخذ العزة بالإدارة، بلاش بشيء تاني، تأخذ العزة بالإدارة، لا طبعا أنا، لكن أبا بكر يقول يشير إلى عمر هو إن أراد، بما يفعل لما يفعل أبا بكر أبو بكر هكذا لكي يخمد الفتنة في مهدها، من الأمير فيكم؟ قال هو إن أراد. المسألة مسؤولية، مسألة تكليف، ومسؤولية تكليف يحاسب رب العباد عليها. إذن هذا التواصل ما بين لحمة المجتمع في أي، سبحان الله، يعني 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 أضرب لكم مثالا بسيطا، منذ سنوات تقريبا في سنة 2000 سبع سنوات تقريبا بابا الفاتيكان ذهب إلى مصر واستقبل في الأزهر، ثم جاء إلى دمشق واستقبل في المسجد الأموي، وذهب إلى دير سانت كاترين ليزور هناك الدير الذي من الواجب على ديانته، رفض القساوسة دخوله لأنهم على مذهب غير مذهبه، سبحان الله، فمنعوه، فصلى الرجل خارج الدير، سبحان الله، وهذه موجودة قريبا مما حدثت من سنة، يعني من 7 سنين فقط تقريبا، سبحان الله. هؤلاء القوم أو بعضهم لا يفهم معنى السماحة، لكن العجب أن روح الله عيسى كما أقول في البرامج دائما جاء برسالة السماحة والمحبة، وجاء برسالة الحب الكبيرة التي تكمل أو توصل وتكمل ما قبله ويعني تمهد لما بعده. لكن عندنا سبحان الله في حقيقة الدين وفي صفاء الدين ليست عندنا هذه الأمور أبدا بفضل الله. نساؤنا هؤلاء الدرر الغاليات التي نحترمهن ولا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، ضحك الغرب عليهن وقال أنتن نصف المجتمع، بل أنا أريد أن أصحح المعلومة وأقول نساؤنا هن المجتمع كله، لأنهن نصف المجتمع ويربين النصف الآخر، فمن يقول إنها نصف المجتمع؟ ولا رجل يصفق. أفضل التكبير أفضل من التصفيق.
فقضية أن المرأة عجيبة دورها في هذا الدين العظيم سبحان الله. تخيل أنت لما تذهب إلى مناسك العمرة والحج، جزء كبير من المناسك ورك من الشعائر نقوم به إكراما لامرأة فاضلة عظيمة تركها زوجها في مكان بلقع لا أنيس ولا جليس ولا طير ولا ماء ولا حيوان، سألته سؤالا واحدا: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فلما علمت أن الإجابة نعم قالت: إذن لن يضيعنا. فلما فرغ الماء وظلت تهرول ما بين الصفا والمروة وترى بالسراب أن الماء فوق المروة، تذهب إلى هناك فلا تجد ماء، تجد بقضية السراب أن الماء عند الصفا، تعود إلى الصفا سبع مرات ويتهرول بين الميلين الأخضرين، لأنه كان مسيل الوادي، يعني كان عبارة عن حفرة تنزل تحت مستوى الأرض، فتجري لأنها لا ترى الرضيع إسماعيل على جبل الصفا خشية من أن يأكله وحش أو يفترسه مفترس، فتجري وتهرول. عندئذ ماذا نصنع نحن؟ الرجال فقط يقول الفقه لهم: هرولوا ما بين الميلين الأخضرين. وأنتن أيتها النساء: لا، لقد قامت أمكن هاجر بالنيابة عنكن، فأنتن محترمات تمشين على همهل وتمشين على، لكننا نحن الرجال نؤدي ضريبة تعب أمنا هاجر ونتمثل بها في هذه الشعيرة العظيمة. أي تبجيل للمرأة أكبر من هذا التبجيل سبحان الله؟ أي تعظيم لهذا في هذا الدين لهذه الإنسان العظيم؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك سبحان الله. ثم يقول سبحان الله: من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. بالله عليكم، هل شكى نساؤنا لهؤلاء الذين يدعون في الغرب تحرير المرأة حتى يقولوا نحن نريد تحرير المرأة العربية؟ لا، أنتم أيها الغرب لا تريدون حرية المرأة، أنتم تريدون حرية الوصول إلى المرأة، ونحن نقول نساؤنا في أعلى مراتب، فهي صغيرة في حدب أبيها، من كان عنده ثلاث بنيات أدخلنه الجنة. قال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. وواحدة؟ قال: واحدة. عمل ربة وأحسن بنت، تربية بنت كانت له سبحان الله سببا في دخولها الجنة. أم سلمة رضي الله عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حصار أهل مكة له خارج مكة وعدم رضائهم بدخوله إلى العمرة، ظل 21 يوما بينه وبين مكة 14 كيلو متر، يعني قطع 440 كيلو متر من المدينة إلى حدود مكة، وأوقفوه هناك 3 أسابيع متتالية وهم على حالة إحرامهم، وأهل مكة رفضوا رفضا تاما دخوله. عندئذ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالتحلل وذبح الهدي. الصحابة عجبوا، نحن ما اعتمرنا، نتحلل من ماذا؟ يعني كيف؟ فدخل إلى أم سلمة، ولكن كثيرا من أحفاد عبس وأحفاد ذبيان يعيشون في سنة 2007 يقولون بعضهم: شاوروهم وخلفوهم. ما دمتم سوف تشاورهن وتخالفن، طب ليه مشاورة؟ هو يعني سد خانة سبحان الله؟ يا أم سلمة، أصحابي يغضبونني. قالت: يا رسول الله اعذرهم، 20 يوما وهم على إحرامهم وما اعتمروا، وتأمرهم بشيء؟ اخرج اذبح واحلق وتحلل وسوف ترى خيرا إن شاء الله. فلما خرج إليهم وذبح هدية وحلق وتحلل، إذا بالصحابة جميعا يتصارع كل واحد منهم على القصاب أو على الجزار كي يذبح هديه، متمثلين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ وصية وكلمة كلها حنان من هذه العظيمة الفاضلة أم سلمة رضي الله عنها. والله رأيت في كثير أو أغلب نسائنا بفضل الله عندهن شاشة بفضل الله مضيئة، ترى ما لا يراه الكثيرون، عندها قضية رؤية عن بعد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن بعض من رجالنا يسمع لكل نصيحة ويسمع من كل العالم نصيحته إلا
ليس هذه ثورة اجتماعية، ولكن نحن نريد أن نضع أصابعنا على أن هذه الأمة الواحدة تعلي قيمة الإنسان وتعلي قيمة الضعيف الذي لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى العظيم. يعني تخيل أنت عندما تجد هذه البنت الصغيرة تدخلك الجنة، وإن أحسنت إلى زوجتك تدخل الجنة، وإن كانت هي سيئة وصبرت على سوء خلقها أعطاك الله مثلما أعطى أيوب على صبره. أي كرم من هذا وأي فضل من هذا؟ وأنت يا أمة الله إن كان زوجك صليط اللسان بخيل اليد يعني طويل اليد في أمور أخرى، اصبري عليه وسوف تجدين بإذن الله يوم القيامة قصرا بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة. لا أريد أن تنقسم القاعة إلى نصف أيوب ونصف آسيا وإلى لله وإنا إليه رجعون، لكن أقول إن المرأة قد ظلمناها مرتين، عندما كانت الأعراف البالية تأذي المرأة تأذي البنت حية في عالم ما قبل الإسلام، جاء الإسلام ليعلي قيمتها ويظهر مكانها، وسبحان الله يعني ويرأف بها لأنها جهة الحلال، فجاء الغرب يريد من نسائنا أن تحت دعاوى معينة ونحن لا نسمع لكل هذه الدعاوى، فبفضل الله نساؤنا أذكى الفضليات على مستوى العالم كله، وهن بذكائهن هذا يحافظن لنا على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى مجتمعنا وعلى قيمنا. فهي وزيرة الاقتصاد ووزيرة المالية ومديرة العلاقات العامة وسبحان الله ومديرة الحسابات، وإن كان يعني بعض الأحيان تحب يعني تعمل شغل بعض المخابرات على الهاتف زوجها فنعفو عنها، يعني مش معروف لها، مش ليست ملكة من الملائكة، يعني عدي لها هذا الأمر، ولكن أنا أهمس في أذنها وأقول قال ربنا ولا تجسسوا وأنت تقولين إلا هاتف زوجي ليست هذه في الآية، يعني لا داعي لأن تتجسس. شوف الإسلام تريح القيم السماوية تريح المسألة، إذا شككت فلا تحقق. يعني يعني اذا شممت رائحه يعني تفهمين عند رائحه يعني اذا شممت فلا داعي للتنقيب عنها، فالتنقيب عنها ياتي بمرجعيه صعبه وياتي برد غير سوي وياتي بقلق نفسي. ولكن اقول يا بنيتي انت ايتها الزوجه احسني ما بينك وبين ربك يحسن الله لك خلق زوجك، وأنت أيها الابن الكريم أحسن ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. البيوت تقام على طاعة الله عز وجل، تقام على الفضل، هذه قيمنا، هذه قيمنا العربية، هذه مبادئنا الإسلامية، هذه يعني معارفنا التي نزلت أو نزل بها الأنبياء تترى في قضية التعاملات ما بين الفضل وبين، يعني هل رأيتن أو هل رأيتم أيضا هذه المرأة العظيمة هند التي أجبرت على الزواج من الحجاج؟ قصتها عجيبة، تزوجت هند من الحجاج فظلت سنة معه تكره نفسها وتكره الحجاج وتكره البيت الذي تعيش فيه، جلست مرة تمشط شعرها أمام المرآة وقالت بيتيها المشهورين وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. أعزكم الله، فإن أنجبت مهرا فلله ذرها، وإن أنجبت بغلا فمن ذلك البغل. فإذا بها في المرآة ترى من براءها الحجاج، والحجاج كان لم يكن عنده لغة تفاهم، لا كان ينفع مع الأمم المتحدة ولا مع أمين عام الأمم المتحدة ولا ينفع في جلسات، كان أسد شيء يا غلام ائتني برقبتك، ده كان يعني بالتصيد ائتني سبحان الله. الحجاج من كبريائه وكبره رفض أن يطلقها وذهب إلى مكتبه أو مكان اللي بيجتمع فيه وقال لخادم تعالى بلغ هندا أنها صارت طالقا في كلمتين اثنتين، لو قلت لها ثلاثا لقطعت رقبتك. كلمتين تعلمها أنها صارت طالق فقط، وهذه 10,000 دينار أعطيها لها وتلحق بأهلها. جاء الغلام يفكر في الكلمتين، كلمتان، دخل عليها مالك؟ قال لها كنت فبنتي
كنت ايه؟ زوجة. فبنت يعني ايه؟ قالت كنا فما سعدنا وبنا فما حزنا. اوعى يكون في هند او يعني ده ما شاء الله. كنا فرح. قال يا سيدي هذه 10,000. قالت هي لك لحسن بشارتك بطلاق ابن الحجاج. والإنسان إذا كره خلاص. عنوان بلغ أمير المؤمنين في دمشق بالقضية فأعجب بأخلاقها فانقضت العدة فخطبها فوافقت على شرط واحد أن يقود مقود ناقتها من بغداد إلى دمشق الحجاج نفسه. جبروه لكن مما صنع. ركبت هودجها وأمسك الحجاج بخطام الناقة وصارت واحد زوجة أمير المؤمنين فألقت على الأرض درهما وقالت يا غلام ناولني هذا الدينار. غلام هذا كان يشجب الناس لكن صار غلام سبحان الله. فأمسك قال يا سيدتي يا سيدي هذا دينار وليس درهما. قالت الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارا. نحن لا نريد هندا ولا نريد فقه هند ولا نريد سلوك هند ولا نريد سلوك الحجاج. نحن نريد سلوك وسطي في البيوت به يعني الذي يتكلم عن أمة واحدة يجب أن يتكلم عن بيت واحد. البيوت الآن فيها أحزاب حزب الأب وحزب الأم. فلان وفلانة تبع الأب وفلانة وفلانة تبع الأم. يعاير ها يعاير هذا أنت ابن أمك ويقول له أنت ابن وهكذا سبحان الله. وإذا رسمت البنت يريد الأب أن يخلص يعني ذنبا آخر من والله سبحان الله غبية تخالها سبحان الله. الله لا قوة إلا بالله. تقول لا سيئة الملكة كعمتها خلصنا خلصنا احنا لا هذه ليس في بيوت مستقيمة تبع القيم وتبع المبادئ.